أهلا بكم من جديد. طبعا شهر أكتوبر من كل عام يحلو فيه الكلام عن انتصار حرب أكتوبر، وده واجب ولابد من احنا نحافظ على ده علشان تفضل الذاكرة المصرية متقدة وحاضرة، والأجيال اللي ما عاشتش فترة الحرب تسمع الكلام من الناس اللي عاشت الحرب وعاشت تفاصيلها. المثقف والفنان يقف إلى جانب جنبا إلى جنب مع الجندي الذي يحمل السلاح، المثقف يحمل القلم، الفنان إذا كان رسام ألوانه ورشته، إذا كان نحات أزميله، وأي حد أي مصري في كل تخصص بيبقى وقت الحرب موجود في ساحة الحرب، سواء في الجبهة الداخلية أو الجبهة أو النسق الأول في المواجهة وساحة الحرب. الفن التشكيلي والحديث عن الفن وقت الحروب وقت أزمات التي تعصف بالوطن حديث ذو شجون. الحرب العالمية الأولى أفرزت أدب الحرب وأعمال أدبية سواء كموسيقية أو روايات عظيمة، ممكن نذكر منها تولستوي رائعته السلام والحرب وغيرها من الأعمال، لكن حرب أكتوبر ترى ماذا أفرزت من أعمال أدبية؟ أفرزت الكثير. طيب في مجال بقى الفن التشكيلي، وده مجال شديد الأهمية، تعالوا نتحاور خلال الدقائق التالية مع ضيفي الكريم الكاتب والناقد والكاتب والفنان التشكيلي الأهم في الساحة التشكيلية الآن، الأستاذ عز الدين نجيب. أهلا وسهلا يا فندم وصباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير. كل سنة وسيادتك طيب. هذه هي الذكرى 48 لنصر أكتوبر، كيف نبدأ السلام. هذا الحوار بكلماتك، تفضل. دي بالنسبة لي شخصيا بتحمل ذكرى عظيمة في حياتي، لأن أنا عشت سنوات ما بعد هزيمة 67 زي كل المصريين أحمل جوايا هم ثقيل ويصل أحيانا إلى الشعور بالذنب لأني مش قادر أكون في الجبهة مع المقاتلين، لكن حولت طاقتي السلبية إلى طاقة إيجابية من خلال الرسم، وكنت في ذلك الوقت في مرسمي في المسافر خانة، فرسمت مجموعة من اللوحات. كان أول معرض في حياتي أعمله سنة 1969، حمل كل أحزان الهزيمة والمأساة وكل الأمل في أن احنا نتجاوزها. بعد كده طول السنوات التالية كان هناك النبوءة بالمصر، لذلك عبرت في مجموعة من اللوحات عرضتها في معرض كان بعد الانتصار مباشرة سنة 74، لكن هي رسمت قبل 73 وأثناء 73. احنا عندنا مجموعة من الأعمال للفنان الكبير عز الدين نجيب نتابعها الآن، ونستمع طبعا من تعليق من سيادته على هذه الأعمال. أيوة، هو طبعا كان ازاي تولد الإنسان من تاني، كان همي كله فكرة الولادة من جديد. نعم. عشان كده الولادة والتحدي. لوحة من اللوحات كانت فعلا باسم التحدي لإنسان أمام طوق الخناجر أو حلقة الخناجر، هي دي اللي موجودة دلوقتي. أيوة، وهو بيبص بعينيه، عينيه هي طلقات الرصاص اللي بتخترق طوق الخناجر. مثلا بعدها لوحة الميلاد، الأم التي تعاني حالة المخاض لميلاد جديد. نعم. دي كلها كانت التحضير للحرب أكتوبر. لوحة شهيرة الصبار، لوحة الصبار. الصبار معروف إن هو نبات هش صحراوي يعيش على قطرات الندى، شائك كله شوك، وبالتالي ما هوش من نباتات الزينة، لكن هو رمز للمقاومة. خليت من أشجار الصبار رموز للمقاومة في ذلك الوقت، من قوة الصلابة والمقاومة. نعم. شق الجدار وفلق الدائرة اللي هي المحكمة
عليه نصين وخرج بفروعه الشائكة يعلن قوة المقاومة والوجود. نعم. ضيفي الكريم الأستاذ عز الدين نجيب الناقد الفني الناقد الكبير، هو من أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، وهو عضو نقابة الفنانين التشكيليين، عضو مؤسس لكثير من الجمعيات التي تعنى بالنقد الفن بنقد الفن التشكيلي، عضو مؤسس أيضا لعدد من الجمعيات والمؤسسات التي يعني تغذي المشهد الثقافي والفكري في مصر، وهو أستاذ غير متفرغ لتاريخ الفن والتذوق الفني. لديه عدد من المؤلفات، منها موسوعة الفنون التشكيلية في 3 أجزاء، منها مؤلف الأنامل الذهبية، منها أيضا مواسم السجن والازدهار أو الأزهار، مواسم السجن والأزهار، تتحدث عن علاقة المثقف بالسلطة، وكتاب الصامتون وغيرها من الكتب. طبعا الأعمال الروائية الآن لأستاذنا الكبير. أعود إلى ذاكرة 1973، وكيف كان يفعل رواد أو كبار الفنانين التشكيليين في ذلك الوقت، وما يعتمل في أنفسهم من حالة الغليان الداخلي، وعايزين نحارب عايزين نحارب، وتتبع للأخبار وأخبار الجبهة وإيه اللي بيحصل شمال ويمين. الفن التشكيلي حالته كانت إيه؟ أهم الأسماء في ذلك الوقت. عندنا طبعا من أشهر الأسماء اللي ارتبطت بالحرب الفنان أحمد نوار، لأنه هو كان مجند في حرب طول حرب الاستنزاف، هو ما لحقش حرب أكتوبر 73. كان خلص مدة التجنيد وسافر في بعثة، لكن طول فترة وجوده في حرب الاستنزاف كان يرسم وياخد القطع الباقية من الدانات، يا سلام، المدافع، ويعيد تشكيلها. رغم ان هو رسام وجرافيكي، الا ان هو شكل منها منحوتات وعمل معرض وهو في الجبهة. ربنا يديله الصحة. طبعا كان له مشاركة من كم يوم كده في، وبالمناسبة هو له معرض دلوقتي مقام وبيعرض فيه عن اكتوبر وتجربته. استمر بعد كده احمد نوار يقدم رؤاه المختلفة سنة بعد سنة. يعني الفنانين اغلبهم بيقدم ما يكمل الحدث في وقته او في ظروفه. انما هو نوار بيحتفظ بقوة المقاتل زي ما كان في الجبهة. بيكمل في الرسم من وقت للتاني، يقيم معرض جديد يعبر عن شحنة الصبر والمقاومة والانتصار. الفنان السجيني اعتقد جمال السجيني. ده جمال السجيني يعني من عشقه لمصر وللتعبير عنها طلب ان هو يخش الجبهة، وهو راجل كان تجاوز السن. فبعد النصر عمل اعظم تمثال تقريبا للعبور. وهو موجود الان في حجم نقدر نقول صرحي امام محطة سكة حديد بني سويف. لكن انا بطالب ان هو يتنقل الى العاصمة الادارية الجديدة او الى القاهرة في ميدان، لانه صورة كاملة عن مقاومة عبور انتصار. وده قليل من يعني نقدر نقول ان هو سليل مختار في هذه النزعة. مختار تمثاله نهضة مصر. مصر طبعا بقى جزء من الذاكرة الوطنية. يعني لا ننسى الفنان ندى، حامد ندى. حامد ندى كان لي الشرف ان انا اكون معاه في مرسمه في المسافر خانة، وعاصرت لوحاته اللي رسمها عن الحرب وعن الانتصار. بس هو برؤيته السريالية او الحلمية نقدر نقول كان بيعبر عنها في شكل الفتاة اللي بتمثل مصر، والحصان اللي بيمثل دبابة العبور. فكان دائما يستخدم الحصان باعتباره هو الناقلة لطاقة العبور او للإرادة الوطنية.
عمل ده في أشكال مختلفة، استخدم كمان رموز زي الديك مؤذن للصحوة اليوم الجديد أو للصباح الجديد أو الميلاد الجديد والميلاد الجديد. في فنانين كتير استعانت بهم القوات المسلحة لعمل بانوراما 6 أكتوبر في شارع صلاح سالم، ودي الحقيقة متحف رائع أدعو المواطنين كلهم إن هم يزوروه لمجموعة من كبار الفنانين التشكيليين في السبعينيات صنعوا هذا الصرح أو هذه الصروح، منها في النحت زي محمد مصطفى، زي عبد المجيد الفقي، ومنها في الرسم والتصوير ممدوح عمار، زكريا الزيني، من أحمد نبيل سليمان، وهم اللي عملوا البانوراما الكبيرة الجدارية بتاعة تخطيط حرب أكتوبر اللي فيها الرئيس السادات مع قادة الأركان بيضعوا خطة الحرب نفذوها بالموزاييك، قطع الفسيفساء الصغيرة، وما زالت هناك زينة يعني وذكرى وتاريخ مجيد جدا. هناك أيضا لا يمكن أن ننسى أن نصب تذكاري، وهناك تقليد سنوي في كل مع بداية يعني ذكرى حرب أكتوبر يقوم السيد رئيس الجمهورية بوضع إكليل من الزهور على نصب التذكاري الجندي المجهول أو النصب التذكاري اللي موجود في طريق النصر عند بالقرب من ضريح الرئيس الشهيد محمد أنور السادات. صحيح. وهذا العمل الفني التشكيلي الرائع ده للحقيقة علامة من علامات حرب أكتوبر وعلامة من علامات الفن المصري، لأنه اختزل هذا المعنى العظيم في صرح على شكل هرم، والهرم خلى أضلاعه طبعا مفرغ من الداخل عشان يكون جواه الضريح، والضريح للشهيد يعني، على أجنابه كلها أسماء المقاتلين في حرب أكتوبر. الله. فكرة منيرة. ده كان في شكل مسابقة أقيمت في ذلك الوقت بين الفنانين التشكيليين لعمل النصب التذكاري لحرب أكتوبر. نعم. في إيماء ثاني رافع ثانية واحدة كان رسام هو مش نحات، ودي أول مرة يجرب أنه يعمل شكل نحتي أو شكل نصب بهذا المعنى، وكان نصيبه أنه هو يكون الفائز بالجائزة الأولى. نختم هذا اللقاء بسؤال. الآن ومصر تشهد حركة قوية في التنمية والبناء والتعمير، أين يقف الفنان التشكيلي وماذا يحتاج أو ماذا يطلب من الدولة؟ الفنان التشكيلي نقدر نقول أنه يقف مراقبا، مراقب إيجابي يعني مش سلبي، لكن يحتاج إلى اليد المقابلة اللي تاخد الطاقة الإيجابية اللي عنده لأعمال فنية. تحديدا عشان ما نتكلمش في مجردات، أعني أن الدولة لها دور كبير جدا في الأخذ بيد الفنان ليكون الوسيط بين الفن والجماهير. نعم. عبر إقامة جداريات كبرى. هذا النظام كان موجود في الستينيات وأوائل السبعينيات، وده اللي خلى الجموع الغفيرة من الناس تستمتع بالفن. مش هتروح المتاحف ولا تروح قاعات المعارض، إنما الفن هو اللي ينتقل إليها. من ناحية تانية، المسابقات اللي كانت بتعملها وزارة الثقافة هي اللي طلعت نصب التذكاري بتاع سامي رافع، هي اللي طلعت أعمال على نفس المستوى في ميادين مختلفة. النهاردة توقفت هذه المسابقات، لذلك لابد من هذا الحافز أن تقف الدولة لتعتبر أن مسؤوليتها هي بالنسبة للفن زي مسؤوليتها بالنسبة للتعليم والصحة والإسكان، لأنه هذا بناء الإنسان. إذا كنا عاوزين الإنسان يكون هو باني وصانع الحضارة الحديثة. يا سيدي أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء،
أستاذنا الكبير الناقد عز الدين نجيب، متعه الله بالصحة والعافية. شكرا جزيلا على هذا اللقاء. كل سنة وسيادتك كل سنة وانتم طيبين.